اليوم نلتقي في حلقة جديدة في جبل باريشة في محافظة إدلب في قرية الأثرية القديمة كوكنايا التي تقع إلى الجنوب من قرقانية. تمتاز هذه القرية بل البلدة الأثرية باتساعها إلى عدة أحياء. نحن نقف اليوم في الحي الشرقي الغني بالمعاصر والدارات ذات الطابقين. نقف اليوم أمام أحد البيوت في كوكنايا المؤلف من طابقين وواجهة جميلة جدا بطابقين أيضا قائمة على عواميد فوقها تيجان. التيجان ذات زخرف ديني ونباتي. نقف في كوكنايا بين بيتين يشكلان بينهما زقاق، ينتهي هذا الزقاق برواق قائم على أعمدة وقوسين لحمايته من الأمطار والشمس. أما الفندق في كوكنايا فيمكن القول بأنه أحد فنادق كبرى في المنطقة. هذا البناء قدم شكلين من طراز العمارة، العواميد الإسطواني الشكل في الأعلى والمربعة الشكل في الأسفل، فوقها تيجان، هنا في الأسفل الباب عليه نقش الخرطوش وهو سائد من القرن الثاني الميلادي وما بعد، في الأعلى فوق شباك ساكف فيه نقشان يمين ويسار في إحداهما صليب وزوبعة ترمز إلى الحياة والآخر نقوش تزيني ولآلئ نطلق على هذه الأشكال التزيينية ميداليات. في الخان باحة واسعة للاستراحة والبيع والشراء، وإلى الشرق حظيرة خاصة بالحيوانات، وهناك ثلاث آبار للمياه لتزويد المسافرين. أما الكنيسة الشرقية في كوكنايا فيمكن القول بأنها تشابه بقية الكنائس ذات الحنية الخارجية، مشابهة لحنية كنيسة قلبلوزي القائمة على عواميد مربعة الشكل وفوقها تاج لساني. في الكنيسة أيضا نحوت بارزة، قرص بداخل صليب وحرفاء ألفا وأوميجا، وهو قول السيد المسيح: أنا البداية وأنا النهاية. تمتاز النقوش التي تنحت فوق أبواب والشبابيك أيضا بوجود قرص هو يرمز إلى الحياة الدنيا. هذا القرص فيه مسننات في رمز إلى أن الحياة فيها متاعب، إذ هناك فوق مدفن قول يقول: وما الحياة إلا دولاب، أي أن هذه الأقراص ترمز إلى الحياة الدنيا والآخرة. يمتاز الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة بجودته، حتى أن الإمبراطور إلى جبال الروم السوري الأصل قد طلب العنب من هذه المنطقة من كفر البارة وضواحيها، إذ تمتاز الزيتون هنا بنوعيته المتميزة عن بقية مناطق في إيطاليا.